الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سبحان الله، رمضان شروع باللاودي ما أنتن أولموس وما لنتي شرادو اللي حمل مركي لوقي بهالم الوابح له إلهي سبحانه وتعالى خير كيس الله نوافجيو ونجيس الله نوافجيو صون كينا إي صلاة ديننا الله نجا أقبل دعوين كينا الله نجا أقبله. ولا له الدرس وجعله بشهر رمضان وحيل هذا فضائل إلى هذا حي إي بلاها كلا أجد وانت حي وحارة مركا فضائل كمد إيه كل ما ودي شيء ين وقت ينوير قار كمد إنا كوشيء جو سنيد وود ستت ولحظة أدو حيرة ترى هذا كل بشهر خير كلا إنا كفى إذا استوى إلهي سبحانه وتعالى بشمركوك شكينا وحول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالقوني أتهي إلهي أكتي سيقوني أقعلا ميسان تهي ما علمه هذا وحونا وطلق الإلهي إنا صونا هبين كذا إلهي وحونا وطلق الإنا تكون بشهر رمضان ولا الصون كذا سيلو صوما سيلو صوما بشان فضلي قبضان عربك عن تذي بسمع لغا صوما دادك قاركو ذا لبك جيرا وحاواي عن تذي أو حلاش إهيت واك صوما بيه أو حلاش أهد نووك صومي حاس كيسو حلاش أهد نووك صومي لكن محوك أفرا متقانا حن يبين يوحسوك أفرا لو مباهنا تاس بيش رمضان وإني نتربيسو سفي عنا نو تربيسو هدا سؤال سويدي ورهدا وحي حلاش أها اسكجوجي مو حراما قلا مي مقلا بيش رمضان مركا وإنا اسبدشت فضائش هذا قارك مدها كوشي سينيد كورس بيش رمضان فرتكو وبالإلهي أكتيسا كعلا ميسان كوي توم بلكو وبشو إلهي أدورتي قرآن كيسي نسود دجي كوي لابي توم بلسو سنة كماهن إلهي وحو كدورتي بشهر رمضان إنو قرآن كيسي سود دجي وقوتا لقلي الله أكبر وبشي قرآن كيسي سود دجي ليلة القدرة لسود دجي مرك بشان فضلي وحا أوفلو إنو إلهي جي أبورتي ولابي إتوبانك بلدنو فيري إذا كدورت دوا بش أوفض بنا سوما معنى هذا تلابات وبشان إلا ذا وحا ولو باهي هي بشان وبل سودان بدافو مجرطو بل بلاو جيدا إلا دمات كيدا لسودان بدافو أو رمضان كيهن النبي صلى الله عليه وسلم حول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي صومو بشهر رمضان أسيقو رميسن أجر كان حساب صنعيه وحالو دافا دنبي وصو قليدن والو دافا الله أكبر الله أكبر مركوا بيل دنبي داف صومها تنسى دحاد وحاواي وبشه كليه مالين والبيهبين والبابيد عرك إفرينيهين رحمة إيسو دقيس دعا دادن الأقبلاء وبشه كليه ومالين والبدعا دادن الأقبلاء النبي صلى الله عليه وسلم وحوله للصائم دعوة لا ترد قفك صومن وحوله دعاء لسو علينين ما لين ترى ماذا ما لول بصومن صومن ما لول بدعاء هذا ولا أقبله ما لين ول بدعاء هذا ولا أقبله بشهر رمضان هبين ول بضد نار تلا جحرية هبين ول بو سقال إيه لبعتين كهبين أما صدق كهبين هبين ول بو نار تلا جحرية ولله عتقاء ولله عتقاء وليه من النار وذلك في كل ليلة إلهي وحول الدد ونار تكحرين عيو هبين والبو نينك دليل وحارب إنه ودي دد كاس نار تلاقى حرين عيو أذيك ما كم التحي سؤال شاسع ربع إنه سوي دي سيد ما كم التحي وقت جاء قبل رمضان موحى كشقين وساء إن نار تكحر وديد مسا إن وقت جد شد لبك جرا دنيرت أنا هيستوحى واي وحول صباح وقتي كان سودرينا نو بليز دون دو ات ستوب ميشس كوجوجي وقتي كان ونولش هذا وا ما حا كو سودلي تروبان سو عيارينا بنوني سو عيارينا شيكو موفي سمتايم حلو حرام لو سودلا ولا غيابا نو بش رمضان وا بشي لوو تلاغل ان عباده لا بديه وا بش لوو تلاغل خيرك ان لا بديه وا سي وديس مرك وقتي كو سودلينا وحتاس كوينا كوشا بش رمضان وا بش دك جنده لا غليه وا جنده لا غليه bisha ramadaan waa bisha dadka loo qoro wixii sanadka dhan helay niman ka dhalinyarada aan wali guursanin oo kala bisha ramadaan leelatul qadr waa habeenkii qeyrka lagu qoray habeenkaas kulaysan ilaahay oo haas wanaagsan isii ku duceyso gabdhaha wali la guursanin habeenkaas kulaysan ya rab waxa uu arsaaqday nin wanaagsan oo saalix ah oo ikool kooliyo arur wanaagsan ayga siisid aabahi arurteeda aabo wanaagsan role model u noqdo aan ila jannada isu raacno ku duceyso
marka bisha ramadaan waa bil khayr qabta waaye waa bisha ugu khayrka badan waaye sida darteed waxaa loo baahan yahay ramadaanka maalinteeda inaa suuntid habeenkeeda maxaa la sameeyaa xalaqada soo socotaan ka sheekeynayna habeenkeeda sidee laga faa'iidaysto iyo fadaaishay leedahay xalaqada soo socotaan ka sheekeynayna insha allah allah idiin xifdi jazaakum allahu khayran baraka allah fiikum dembigeena kiina allah dhaafo ramadaan almost waa si lix meelood hal meel waa baxay انت كلا انك فايدي سن الله يدين بركه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته